تقدم المسرعة برامج مكثفة لتسريع نمو وتوسيع الشركات الريادية والناشئة من خلال خطة زمنية رعي فيها التدرج نظير قلة الخبرة لدى بعض الشركات الناشئة. حاضنة نمو كانت موفرت لنا مخيمات تدريبية وفعالية مستشارين، وأيضا كانت بتعطينا الفرص أنه إحنا نقدم مشاريعنا في عروض. بخصوص المخيمات التدريبية، جدا استفدت من أول مخيم لآخر مخيم. من أول مخيم بدأت أفهم وأشتغل على النماذج حقة نموذج الأعمال ونموذج التعاطف، ونماذج جدا كثيرة أنا ما كان عندي دراية فيها أبدا، ومن هنا انطلقت بدايتي وبداية مشروعي الصغير. استفدنا في المخيم التدريبي حاجات كثيرة جدا، لكن أبرز شيء صراحة هو تصميم الحل والمشكلة، كيف أنك توافق بين حلك ومشكلة العميل، هل هي فعلا في التقاء أم لا؟ كنا نجهل أنا وأعضاء فريق فزعة للخطوات والأدوات اللازمة والمساعدة لبناء شركة فزعة. من خلال المخيمات التدريبية تعلمنا كيف طريقة بناء النموذج العمل التجاري ونموذج التعاطف وإثبات المشكلة وآلية الحل، تعلمنا كيف نستهدف السوق وما هي شريحة العملاء المفضلة، كيف أطور فكرة تطبيق منصة التميز اللي كان سابقاً يقدم اختبارات محاكية لمركز القياس، وبعد دراسات سوقية ودراسة للعميل أضفنا أقسام جديدة.